السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. نشكر كاع الناس اللي تابوناو معايا. اللي كنتي انت ولا انت اول مره تتفرج فيا، ما تنساش تهبط لتحت وتضغط على البوطون احمر ابوني وفعل داك الجرس باش يوصلك الجديد في الحين. وبطبيعه الحال جيمو بارطاجي مع لي زامي ديالكم باش تكبر العائله. المهم الخوت، الان تنتواجدوا في ملعب ادرار، كاينه مقابله فريق حسنيه اكادير ضد سريع واتزم في اطار البطوله الوطنيه. المهم نتمنوا ان شاء الله فوز فريق حسنيه اكادير باش تفر بثلاثه النقاط ان شاء الله. فرجه ممتعه. الحركة التسخينية لفريقين، Yeah.
بعض اللحظات هذه يعني حكم اللقاء الشوط الاول بتعادل السلبي 0 مقابل 0. نتمنوا ان شاء الله في الشوط الثاني تشجع فريق حسنيه اكادير باش تفوز بثلاثه النقاط ان شاء الله. يا موريال حمراء توجر بيدال شخص من الأقدمة ليس أدوار مأكدة أمرين بها حتى تنظر أسقرية يا السنوات ميساج الحكومة باش يفهموا الفساد حركية بلاش ضحية أنا قلت سكور في لوزوفين هذا ما بنتين حريك شوية قالوا بالكيرة تلف الصوت شوية بين الحبيب وحبيبته ضاعت أمل المدينة هذه حكم اللقاء المقابله فوز فريق سريع وتزم على فريق حسنيه اكادير بهدف مقابل لا شيء. الميساج